السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى غادي نقدو واحد البروغرام اللي تيشدنا من عند ليوتيليزاتور واحد جوج نتاوع لي مومبغ، ومن بعد تيأفيشي لينا الصوم نتاع دوج الأعداد، وعاوتاني تيأفيشي لنا الضرب نتاع دوج الأعداد والطرح والخارج، وكذلك تيعطينا الباقي نتاع القسمة تاعهم، وكذلك تيعطينا المويان ديالهم. نعم، أولا غادي ندير واحد نوفو فيشي، ثم غادي عندك ندير البيبليوتيك نتاعي، حط ستوديو بوان اش، ثم كذلك غادي نحط انكلود كونيو البيبليوتيك كونيو بوان اش، ثم غادي ندير الميل. نعم، انا غادي نخدم بجوج الفاريابل، ليوتيليزاتور غادي يعطيني جوج الفاريابل، دونك غادي نحتاج باش نديكلاري جوج الفاريابل. اولا انا غادي ندير اولا التيب نتاعهم يكون فلوت، عفوا فلوت، نعم غادي ندير ا و بي. من بعد غادي نافيشي ليوتيليزاتور في ليكرون واحد الميساج باش يدخل واحد المومبغ اخر، اللي غادي نستخدمو فونكسيون خان اف، ثم غادي نكتبو ليه دومين، عفوا دومين النومبر. من بعد غادي نديرو فونكسيون سكان اف باش نهز داك النومبر اللي بيعطي الاوتيليزاتور ونحطو في الفاريابل ا، غادي ندير بورسونتاج اف لان النوع نتاع الفاريابل فلو، ثم غادي ندير فاصلة وغادي ندير اند ا، يعني حط ليا هاد الفالور في لادغيس نتاع ا. نعم، ثم غادي نافيشي واحد الميساج اخر، عفوا اللي غادي كذلك تاو نقول ليه دومي un nom, enfin donner un nombre. Non, on va être capable de faire une fonction scan f capable. Mais je n'ai pas la variable pourcentage f face à la fraction a. Tellement, mais tu as vu ça dans le message là. Donc, donner un nombre. Ou bien, quand tu recherches cette fois, tu es chez elle, tu es sinani, mais je n'en décris pas le valeur. مجرد تدخل ديك القيمه تتافيش تافيكت عليا فهاد الفاريابل ا. من بعد تعاود يطلع لي هاد الميساج كذلك، نعاود يبقى لي الكورسور تيطفى وتيشعل تيتسناني باش ندخل فالو، كندخل قيمه اخرى تتافيكت عليا فهاد الفاريابل الاخر بي، عفوا خاصها تكون هنا بي. ومن بعد تافيش ليا الريزولتا، غادي نديرو اولا في خانتي غادي نكتبو مثلا الصوم اي، وغادي ندير بورسونتاج اف، ثم غادي ندير هنا فاصله ولا ا زائد بي. نعم، كذلك غادي ندير فرات نديرو سوستراكسيون، سوستراكسيون اف، غادي ندير بورسونتاج اف، ثم غادي نديرو ا ناقص ب، ثم غادي نديرو لا ميل تي لي كاسيون اي، ثم بورسونتاج اف غادي ندير فاصلة، غادي ندير ا فوا ب، ثم كذلك غادي ندير خانت اف وغادي نكتب باقي لينا لا ديفيزيون، لا ديفيزيون اي بورسونتاج اي فاصلة، غادي ندير ا مقسمة على بي، ثم كذلك غادي ندير لا مويان ديالهم خانت لا موين، بورسونتاج اف، ثم غادي ندير فاصلة، غادي ندير ا، غادي ندير ا زائد بي، غادي نستخدم على جوج، أول شيء غادي يحسب لي هاد ا زائد بي، تعطي واحد القيمة، ومن بعد غادي يقسمها على جوج، عفوا خطأت هنا لا موين. نعم، ثم كذلك غادي نديرو
لوغيست. لوغيست هو الباقي نتاع القسمة. مثلا دخل 10 ودخل 3، الباقي نتاع القسمة 10 على 3 هو 1. إلا بينا نأفيشيو هاد لوغيست هذا، غادي نستخدمو لا فونكسيون موديلو، أو لا لي زوبيراسيون تاع موديلو. غادي نديرو برانتر ثم ولا كان شي اخطاء في الكريبتوغراف تنعتذر، لان نظرا للسرعه عدم وجود الاخ. ثم غادي ندير ا، غادي نستعمل هاد لي كونط تاع بورسونتاج، ثم غادي ندير بي. اذا هو غادي يجي وهادي يهز ا يقسم على بي، وهادي يهز ليا لو ريست هو اللي غادي افيشي ليا في هاد الميساج هذا. ثم ما ننساش كذلك الفونكسيون جيت. نعم نكمبيلي البروغرام ديالنا، ندير واحد اونغوجيستري اولا، نسميوه على حساب دي بي سي. ثم نعم تلاحظوا انه قال لي كان عندي واحد المشكل، كان عندي واحد المشكل لعلاني انني خصني ندير الاقواس نعم هذا لوبسيون تاعت موديلو. لو ريست ميمكنش نخدموها في لي نومبر اون ريال، حنا ديكلارينا هاد ا او بي تيب ديالهم ريال، وهاد لوبسيون تاعت موديلو ميمكنش لنا نستخدموها في لي نومبر ريال. دونك غادي نحاولو نستغناو على هاد لو ريست هذا حتى نشوفو كيفاش نكونفيرتيو من انت لريال او لاكس. نعم نكومبيلو البروغرام تاعنا، نديرو على سبيل المثال مثلا 1 ثم جر. تلاحظوا انه عطانا هذا البروغرام بهذا الشكل هذا، ما كاينش واحد التنظيم في وسط البروغرام. غادي نديرو فيرمي وغادي نمشيو للخر تاع كل لين مثلا، وغادي نديرو سلاش ام بمعنى غوتور ا لين، افيشي لي هذا الميساج ورجع للستار. حيت هاد لوبسيون تاع برانت اف ماشي بحال بعض لي من بعد الفونكسيون الاخرين اللي تتاثر اوتوماتيك تدير غوتور ا لين، خصني ندير سلاش ام باش يدير لي واحد غوتور على لين. ثم نيكزيكوتي البروغرام تاعي من جديد. نعم كومبيلي. نعم نعطيو حنا مثلا على سبيل المثال 3 ثم 2. تلاحظوا ان الصوم تاع 3 و 2 5، وكذلك سوستراكسيون 5 الطرح نتاعو، والبرودوي كذلك 6. ثم عندنا لا ديفيزيون تاعو 1.5 فريمون سا مارش، اي اوسي كاين عندنا الموان تاعو كذلك. غير الى بينا نستغناو كيف ما تنقولوا دائما على هذا الاصفر، يمكن لينا نجي نحطو هنا بوان كذلك. ونيكزيكوتيو البروغرام تاعنا من جديد. نزيدو مثلا نعم تلاحظوا ان البروغرام خدام سامر. نعم هادي الطريقة كيفاش نقدر واحد البروغرام اللي تيدير لي واحد مجموعة لوبيراسيون. ونكتفيو بهذا القدر هذا حتى الدرس المقبل ان شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.